أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن تقديره لدعم جلالة الملك المفدى للمشاركات البحرينية الخارجية في رياضة الهجن، مشيرا سموه إلى أن هذا الدعم ساهم في تحقيق إنجاز جديد للهجن البحرينية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة عبر فوز جبل دخان بالمركز الأول والمقام في المملكة العربية السعودية. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتميزة لرياضة الهجنة البحرينية في المشاركات الخارجية بعد أن حصدت العديد من الإنجازات في الفترة الماضية، مؤكدا سموه أن الفوز سيكون حافزا للمشاركات القادمة عبر التواجد القوي للمملكة في المحافل العريقة المختلفة. وأوضح سموه أن فوز جبل دخان بالمركز الأول رغم المنافسة القوية والمثيرة حتى الوصول إلى خط النهاية يؤكد المسيرة الناجحة للهجن البحرينية في التواجد القوي والحرص الدائم على تحقيق الإنجازات في المحافل الخارجية، متمنيا أن تتواصل هذه الإنجازات. وجاء فوز جبل دخان بالمركز الأول رغم المنافسة القوية في السباق في فئة لقاية قعدان مفتوح رموز.